آخر فقراتنا لهذا اليوم، نتعرف فيها على ساعة غريبة وفريدة من نوعها. إنها ساعة مدينة تستور شمال تونس. هذه الساعة بنيت عام 1630 للميلاد، وترجع غرابتها بسبب عقاربها التي تدور من اليمين إلى اليسار، مخالفة بذلك النمط الطبيعي للساعات. بالنسبة للساعة الموجودة في المئذنة المختلفة عن المزولة الموجودة في الساحة الثانية، المزولة فيها اسمها على جسمها يعني تعتمد على خط الزوال في الوسط، وكل تدرج يسمى درج. أما المئذنة ففيها ساعة كبيرة، وهذه الساعة وجدناها فيها أرقام معكوسة، يقول فيها محمد المقداد الورقتاني الشاعر التونسي في الثلاثينات، في بداية الثلاثينات: عج بتستور وذاك الجامع، رسمت ساعته أعلى المنار، أبدعت فيها يد الصانع، سيرها يأتي يمينا لليسار. أي عكس ساعة الموجودة عندنا الآن، فيتسأل الإنسان ما سر ذلك. الأسرار متعدة، منها أن الكتابة العربية من اليمين إلى اليسار، منها أن الطواف حول الكعبة من اليمين إلى اليسار، منها حتى الألعاب الأولمبية، الجري فيها والعدو في البيست في المضمار هو من اليمين لليسار، حتى الكواكب تدور من اليمين لليسار.